مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم أول حلقة لينا من ضوء القمر. مصر الأمن، مصر الأمان، مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصرنا الوطن الغالي الذي نعيش فيه ونتفاخر أمام العالم بعظمة تاريخها الذي صنعه الأجداد منذ 7000 عام، تاركين خلفهم الملايين من القطع الأثرية. الملايين من القطع الأثرية دلالة على عظمتهم الذي كان مطمع لكثير من السارقين، ولكن كان القانون لهم بالمرصاد. ضيفي النهارده المستشار يسري شهاب، المستشار بالتحكيم الدولي ومحامي بالنقد وخبير في امن المعلومات. اهلا بيك يا سياده المستشار. اهلا وسهلا يا فندم، انا سعيد جدا ان انا النهارده مع حضرتك في برنامج ضوء القمر الاعلاميه الجميله ندى رأفت. اتفضلي. شكرا حضرتك. هنتكلم النهارده عن قانون الاثار المصريه، يا ريت حضرتك توضح للساده المشاهدين ما هي الاثار المصريه. بص يا فندم، اولا الآثار المصرية كل منقول أو عقار مر عليه فترة زمنية كبيرة، أي على مر العصور والأزمنة مصر كان ليها مركز كبير جدا في الآثار التاريخية، لأن العديد من العالم كانت مصر محط أنظار العالم جميعا. ليه؟ علشان في مصر قيمة تاريخية وأثرية كبيرة جدا، زي مثلا أو على سبيل المثال الأهرام أو المتاحف أو الأقصر أو في أسوان. أنت عارفة أن الأهرامات دي تم بنائها في أكتر من 20 سنة، ووزن الحجر كان يزيد عن 12 طن. فعظمة أجدادنا القدماء المصريين هي اللي صنعت التاريخ. فعشان كده الحاجة الأثرية أو القيمة الأثرية بتصنع تاريخ الأمم، وآثار مصر تحديدا هي بتتحدث عن تاريخ مصر. ده معنى كلمة آثار، أي منقول أو عقار فاتت عليه فترة زمنية كبيرة، ده معنى كلمة آثار. طب عايزين نعرف إيه دور الآثار في تنمية الاقتصاد المصري؟ تمام يا فندم. الآثار تعتبر شيء مهم جدا في السياحة. النهاردة جميع الدول المحيطة بمصر سواء عربية أو أوروبية بتأتي مصر عشان تتمتع بالنظر في آثار مصر. فالآثار بتتدخل في السياحة، والسياحة بتتدخل في حوالي 11% من الدخل القومي للبلاد. يبقى هنا النهاردة الآثار ليها قيمة اقتصادية ولا ملهاش قيمة اقتصادية؟ ليها طبعا قيمة اقتصادية. طب ما هو دور الفرد والدولة في الحفاظ على الآثار المصرية؟ بص يا فندم، هو الدولة طبعا ليها دور عظيم جدا في الحفاظ على الآثار داخل مصر، وليس الدولة فقط. اللي أهم من الدولة، ما هي الدولة إيه؟ الدولة مجموعة من الأفراد. فالفرد اللي هو المواطن العادي ليه دور في الحفاظ على هذه الآثار، ويلي دور الفرد دور الدولة. لما أجي النهاردة حضرتك أتحدث عن دور الفرد، أولا يجب على كل إنسان أن يحافظ على الأماكن الأثرية، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، معاملة السائحين معاملة حسنة، معاملة طيبة. النهاردة لما يجي السائح يدخل مصر عشان يشوف آثار بلدك، عشان يدخل دخل قومي للبلاد، فلازم إحنا كمواطنين وكأفراد لازم نعامله معاملة حسنة. ما نحاولش نضايقه علشان الزيارة تتكرر مرة واثنين وثلاثة ويزيد الدخل في مصر. والأهم من كده أنه لما يخرج بره مصر يحكي عن تاريخ مصر وعن شعب مصر وعن الأفراد اللي موجودين، إزاي بيعاملوا الأجانب داخل مصر. والأهم من كده بقى أن احنا يجب أن نربي أبناءنا على احترام التاريخ واحترام الآثار. لأن النهاردة أنا لما بعلم ابني يعني إيه تاريخ، يعني إيه آثار، يعني ايه اجدادنا من 7000 سنة، بعلمه التاريخ، فهو يزرع ده في ابنائه وابناء ابنائه، فيفضل التاريخ هام جدا بسبب هذه الاثار. وكمان اهم من كده، يجب على كل مواطن لما يروح يزور اي مكان اثري ما يوضعش الملصقات في الاماكن الاثرية علشان ما يسيئش المكانة العظيمة للاثار. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للفرد. طب دور الحكومة أو دور الدولة في الحفاظ على الآثار إيه؟ الدولة ليها دور عظيم جدا.
اولا تامين الاماكن الاثريه. النهارده اللي بيروح يزور في اي مكان فيه اثار لازم يحس ان هذا المكان ذات قيمه وامن، ما يكونش خايف من هذا المكان. ده نمره واحد. نمره اتنين توفير الخدمات. اللي رايح يزور مكان فيه اثار اذا كان مصري او خارج الوطن او خارج مصر او خارج الوطن العربي او من اي دوله في العالم، النهارده لما يجي يزور اي مكان اثري لازم يحس ان في خدمات، الامن والخدمات. والاهم من كده كمان ان الدوله بتجعل هناك مرشدين سياحيين علشان يعرفك مين هو خوفو، مين هو خفرع، مين هو امون، مين هو الفرعون، مين هيقول لك على مكان الاثر غير المرشد السياحي اللي هو فاهم، ده بتعينه الدوله. والاهم من كل ده بقى ان الدوله بتقوم بالوعي للمواطن المصري والعربي والاجنبي، وغير كده وغير كده ان هناك قوانين صارمه للحفاظ على هيئه الاثار. ده دور الدوله في الاثار. كده احنا اتكلمنا عن دور الفرد واتكلمنا عن دور الدوله. طب بصفتك تمثل القانون وتعلم عنه الكثير والكثير، كيف يواجه القانون قضايا الاثار من تهريب وتخريب ويتصدى لها؟ بص يا فندم، القانون في قانونين، القانون 117 لسنه 1983، وده قانون تم تشريعه لحمايه الاثار. القانون ده بيقول ايه؟ بيتكلم اولا هيئه الاثار هي التي تقوم بتحديد جميع المناطق الاثريه، يعني المنطقه اللي اتقال عليها منطقه اثريه ده لازم تصدر بقرار من هيئه الاثار. يبقى مين اللي يحدد اذا كان المكان ده اثري ولا مش اثري؟ هيئه الاثار بموجب قانون. في نص الماده 2 من القانون 117 لسنه 83 حددت ايه هي الاماكن الاثريه. طب القانون ده اتكلم عن ايه تاني؟ القانون ده اتكلم عن لا يجوز غرس اشجار، ما يجوزش لاي بني ادم ان هو يزرع شجر او ينزع رمال من اي منطقه اثريه الا بناء على ترخيص. ليه بناء على ترخيص؟ عشان ما يخلش بالمنظر الجمالي للمنطقه الاثريه. ثم بعد ذلك بقى في ماده 23 قالت ايه؟ يبلغ فورا من يقوم بالعثور على اي اثر. يعني لو انا النهارده لقيت قطعه اثار لازم ابلغ فورا السلطات المختصه. ليه ابلغ السلطات المختصه؟ لان هذه الاثار او هذا الاثر هو ملكا للدوله، لا يجوز الاحتفاظ بالملكيه الخاصه لان ده ملكا للدوله. فالقانون الزم على كل شخص عثر على اثار ان يقوم بالتبليغ فورا، والا في نص الماده 24 اعطيته مده 48 ساعه. في خلال ال 48 ساعه هو لقى قطعه الاثار، في خلال ال 48 ساعه المفروض ان هو ايه؟ يبلغ. ما بلغش في خلال ال 48 ساعه يبقى يقع تحت طائله القانون 117 لسنه 83 في الماده 42. قالت ايه بقى الماده 42؟ كل من حاز او احرز او باع يعاقب بالسجن المشدد وغرامه لا تقل عن 1,000,000 جنيه. تمام؟ عرفت كده؟ القانون شدد كل من عثر على اثر ولم يقم بالتبليغ، اداله مده 48 ساعه، لو ما بلغش في ال 48 ساعه يبقى يقع تحت طائله القانون. طب لو مواطن شك ان احد الجيران بيقوم بالبحث والتنقيب عن الاثار، ما هو التصرف القانوني؟ البحث والتنقيب. البحث والتنقيب بقى اللي هو الحفر عن اثار، اولا القانون زي ما قال في نص المادة 42 ان هو يبلغ السلطات والا يعتبر حائز لهذا الاثر. التبليغ بقى النهاردة لما يجي احد الجيران ويصل الى علمه بان في حد بينقب عن اثار لازم يبلغ في خلال 48 ساعة. طيب النهاردة لو ما بلغش يعتبر شريك، ونص المادة 39 من قانون العقوبات قالت كل من ساعد أو كل من شارك أو كل من اتفق على ارتكاب جريمة يعاقب بعاقبة الفعل الأصلي. فاللي هو أهم من كده بقى إيه؟ الحفر والتنقيب عن الآثار تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة طبقا لنص القانون الجديد اللي هو قانون إيه؟
القانون 91 لسنة 2018. يبقى احنا النهاردة بنتكلم على قانونين، القانون الاولاني اللي هو قانون 117 لسنة 83 والقانون 91 لسنة 2018. والغرض من هذا القانون هو تجديد العقاب على كل من يقوم بتهريب الاثار، بسرقة الاثار، بالفحر والتنقيب عن اماكن اثرية، بتداول القطع الاثرية، كل ما يخص الحفاظ على هيئة الاثار او حماية الاثار المصرية. تمام، اشكرك سيادة المستشار، كانت حلقة قيمة ومليئة بالمعلومات، نورتني. طيب انا بس هو في عجالة بسيطة جدا، انا قبل ما انهي حلقتي انا بس عايز اقول حاجة جدا اخاطب بيها الشعب المصري كله، اقول له ان القانون في نص المادة 47 القانون 91 قال ايه؟ كل من يعثر على اثر ويقوم بالتبليغ هناك مكافأة مالية. يبقى النهاردة هيئة الاثار بتحدد مكافأة مالية لكل شخص يعثر على قطعة اثار ويبلغ عنها. الاهم من كده بقى ان قضايا سرقة الاثار وتهريب الاثار لا تسقط بالتقادم زي اي قضية. فانا النهاردة بقول لشعب مصر وبقول لكل مواطن، حافظوا على اثار بلدكم، حافظوا على بلدكم، مصر جميلة ومصر اجمل دولة في العالم. وانا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك والبرنامج الجميل، وان شاء الله نستمر في هذا البرنامج. طب عايزين نعرف، نسال حضرتك سؤال اخير قبل ما ننهي الحلقه، هل يوجد قوانين او عقوبات اشد لحمايه الاثار بدل من القوانين الموجوده حاليا لحمايه اثار بلدنا؟ هو النهارده احنا اتكلمنا على قانونين، القانون اللي هو الاولاني اللي هو 113 117 لسنه 83 والقانون 91 لسنة 2018. هناك بقى مشروع بقانون بيناقش في مجلس الشعب من 2019 لتجديد العقوبات على كل من ينتهك حرمة الآثار المصرية. وكمان بيخضع هذا القانون أو بيناقش هذا القانون إيه؟ حاجات جديدة جدا، زي كل من تعرض لسائح بالمضايقة غرامة من 3000 جنيه إلى 10000 جنيه. كل من كتب أو نقش أو لصق على أثر، يعني النهاردة لما تروحي منطقة أثرية وتلاقي أحد الأشخاص يرمي قاذورات أو يقوم بالنقش على أحد الآثار المصرية أو يقوم بالكتابة أو يقوم بتعليق بعض الملصقات كإعلان، القانون هنا قال إن هناك غرامة لا تقل عن 10000 جنيه وممكن كمان فيها حبس لمدة سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. فكده القانون الأولاني موجود والتعديل الثاني موجود ومناقشة المشروع، مشروع بقانون لتجديد وتغليظ هذه العقوبات موجود. طب بصفتك محامي، هل جالك قضايا آثار قبل كده؟ بص يا فندم، هو طبعا المحامي بيتعرض لجميع أنواع القضايا. يجي جالي مثلا واقعة غريبة الشكل، جه أحد الأشخاص كان بيحفر في بيته على أن هناك أثر فتسبب في هدم العقار المجاور. فطبعا فلما انا بساله يعني بقول له طب انت مين اللي قالك ان هنا في اثار؟ او كيف نما الى علمك ان في هنا اثار؟ ولما انت عرفت ان في هنا اثار لماذا لم تقم بالتبليغ؟ فقال لي ايه بقى الحكايه الغريبه جدا والحكايه دي منتشره جدا ويا ريت كل الناس تسمعها ويا ريت كل الناس تعرفها علشان ما تتعرضش لواقعه النصب وتقع تحت طائله القانون. قال لي ايه؟ جاله راجل يرتدي جلباب وماسك سبحة وعصا ويقول له ان البيت ده فيه خير، فيقول له الراجل ازاي فيه خير؟ يقول له فيه خير، فيه اثار، طبعا ده نصب، فينساق وراه ويصدقه ويقول له طب ماشي، طب نعمل ايه؟ فيجيب ناس يحفر، فاثناء الحفر يلقي بشيء من الحجارة القديمة حتى يضع داخل ذهن هذا الرجل انه هناك اثار بالفعل. فيبدا الرجل ينساق في هذا الموضوع ويفحت ويفحت ويفحت، لكن ولا في اثار ولا في حاجه. فدي واقعه نصب تعرض لها الكثير من العامه لجهلهم بالمناطق الاثريه، لان المناطق الاثريه زي ما قلت لحضرتك كده حددتها هيئه الاثار المصريه.
تمام. في نهاية الحلقة أحب أوجه الشكر والتحية للدولة المصرية على مجهوداتها للحفاظ على الآثار المصرية والتصدي للمهربين والمخربين. إلى اللقاء في حلقة جديدة وبموضوع جديد من برنامجكم ضوء القمر. شكرا.